خبر اليوم كنقدموه لكم من قناتكم شوف تي في. اهلا بكم. علمت شوف تي في ان طالبه بكليه عين الشق بالدار البيضاء تعرضت للاختطاف حسب ما كشفت عنه والده الطالبه المحجبه، وتتهم والده الطالبه تلميذ وتلميذه باختطاف ابنتها من بعد مسبق للمختطفه ان اخبرت والدتها بانها تتعرض للضرب من قبل الشاب والفتاه اللي كانوا كيلزموا عليها تبقى مرافقهم بحيث كانت كتربطهم علاقه غراميه. وبهذا كشفت ام الطالبة أن اختطاف الإبنة ديالها في ظروف غامضة السبب ديالو إحدى صديقاتها. وبهذا الصدد نستمع تصريح الأم. أنا بنتي مشات من لافاك ديال عين الشق، وكانت واحد البنت وواحد الولد ديما كتجي كتشكا وديما كتبكي، راه الناس اللي ساكنين معايا في الدار عارفين بنتي عاد تجي، راه ماما ضربوني، راه تلقاو ليا، راه تعرضوا ليا. علاش السبب ديال هذا الشيء؟ البنت عندها علاقة مع واحد الولد وكتبغي بنتي تبقى معاها في الجردة، حيتاش حنا بنتي كدوز على دارهم وتجي كتقول لها ما تمشيش تلاقي بالعائله ديالي غديري ليا مشكل. نهار الثلاث سلخوها في الطوبيس، نهار الاربعاء سلخوها في لافاك، عيطت ليا بنتي قالت لي امي اجي اعتقيني راه مشادين لي كيضربوا فيا. مشيت انا باش نعتق بنتي، انا بعيد عليا الحال من ضرب وعز العين الشق، راه بعيد الحال. ما وصلت النص ديال الطريق قالت لي بنتي، عيطت لي قالت لي ماما صافي راه هربوا، راه ملي عيطت لك راهم هربوا. ملي جيت مشيت للعائله ديال البنت تبريت فيهم قلت لهم الله يرحم والديكم، البنات كانوا صحابات وكانوا مفاهمين. دابا ملي ما بقاوش تفاهموا زعما بلا ما يديروا شي مشكل كل واحد يمشي في حاله. دوا معايا الاخ ديال البنت وقال لي صافي راه المشكل غنحلوه، انا اختي نقدر نحبس كاع من لافاك ما عندي ما ندير بهذا الشيء. جيت في حالي مع سته العشيه عيط لي قال لي اختي واش سميتو شنو؟ قلت ليه انت؟ قال لي الا بغيتي كاع تمشي انت والوالده ديالي لافاك تشوفوا شنو كاين. قلت ليه مرحبا. دوينا انا والسيد قال لي بسلامه بسلامه. نهار البارح تخطفت بنتي، البارح تخطفت بنتي، البارح مشات من لافاك حيتاش بنتي مشات لافاك، وانا مشيت انا جيت من السبيطار معايا الشهود. انا قلت لبنتي خليتها في الدار قالت لي غنمشي لافاك، انا ما غنمشي حتى للعشرة. انا جيت من السبيطار ديال سيدي عثمان، راه معايا السيده راه شاهده. طرقت لافاك باش نشكي نيت في الاداره نقول لهم ودي راه واحد الدراري تيديروا لبنتي مشكل. ملي جيت لقيت بنتي ما كايناش. عيطت لولدي قلت لي اختك فينا هي؟ قال لي ماما اختي راه مشات لافاك. قلت له راه ما كايناش الدريه، راه ما كايناش في لافاك. ملي قلبت تما قلبت تسنيت الاقسام خرجوا بنتي ما كايناش. بقيت انا كنقلب تما عيطت لولدي قلت ليه جي عندي. جا جاب التصاور الوقت اللي مشيت انا مشيت كنقلب دايعه ولدي جا هو وواحد الدريه نيت بنت جيراني. ملي سول قالوا لي ودي راه الدريه كانت هنا راه جرى شي حدا، انا ما شفتش اللي داها، ولكن بنتي راه من عين الشق مشات. والسلطات كنطلبهم يتعاونوا معايا ويجيبوا لي بنتي، حيتاش البنت راه واخا عندها 21 عام راه خصهم هذا الشيء خصهم يستعجلوا به يقلبوا على البنت. انا ملي مشيت عندهم باش يجيبوا الدريه والدريه يهضروا معاهم يقول لهم شنو، قالوا لي حتى تجي البنت عاد نديروا بحث. هما راه خصهم يجيبوا يقلبوا على البنت قبل ما شي، ولا ما جاتش هاد البنت ما نلقاهاش انا. راه خصهم يتعاونوا معايا ويتعاطفوا معايا، وكنطلب الناس الله يجزيهم بخير الله يرحم والديهم. اللي شاف بنتي ولا اللي شاف بنتي ولا اللي عنده عليها شي معلومه يتصل بيا ولا يديها لاقرب كوميساريه ولا فين، المهم يعلمني. وحتى شي واحد الا حتى هما الا هي راه غير يتيمه، هي راه غير يتيمه. وانا ديك البنت راه ديك البنيه راه ضحيت عليها راه مده 20 عام، وانا كنت قاتل عليها باش نوصلها لهذا اللاج ويجي شي واحد يديها ليا. انا كنطلبت هذوك اللي داوهم الله يحنن قلوبهم الله يرحم والديهم، الا داو بنتي يطلقوها ليا، يطلقوا ليا بنتي، راه ما عندهم ما يديروا بها، راه قلبي محروق على بنتي. راه انا ام، يحسوا بلي راه انا ام، يطلقوا ليا بنتي يصيفطوها ليا الله يجزيهم بخير والله يرحم والديهم. انا راه كلهم هاد الجيران طالب بالشهاده ديالهم يشهدوا فيا انا وبنتي. الا ولادي فيهم شي ديف ولا بنتي خايبه ما كتسواش ديال الهروب ولا ديال باش تخرج من دارهم، انا راه قابله بالشهاده ديال الجيران، انا راضيه بها وقابله عليها. انا باش ما يشهدوا عليا الجيران، الا شهدوا بلي بنتي راه ما كتسواش راه انا قابله. هاد السيده ما شنا منها حتى شي حاجه، بنت ظريفه بنت درويشه، كون عندها الاب كون راه واقفين معاها. مشات هنا قالوا لها سيري تجي بنتك اللي نديروا بحث، ما يمكنش هاد المره تخلي بنتها تضيع، راه ما يمكنش، راه كيف بنتها كيف بناتنا، راه كاع وليداتنا وحيده، راه هاد المره علمتنا لا هي لا بنتها، راه تعلمنا خويا، راه تعلمنا بزاف من ولا الانسان غيولي الانسان في داره ويجي تخونوه. خبر اليوم انتهى، شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.